Il y a des pays aujourd'hui à travers le monde où il y a une pratique démocratique avec des élections et tout ce qu'on veut, mais dont les constitutions ne reconnaissent pas la liberté de conscience, où il y a une religion d'État et où il y a une certaine contrainte en termes de pluralisme religieux, c'est-à-dire on contraint les citoyens à ne pas, par exemple, changer de religion ou de déclarer une religion qui n'est pas la religion de la société en général. خصوصية بالمعنى الأنثروبولوجي ليست كيانا مغلقا لأن الحضارة اللي كتنعزل كتموت. الحضارة اللي ما كتبقاش تبادل كتاخذ وتعطي مصيرها الانقراض. الحرية معناها تعدد الآراء والحق في طرح الآراء. الحرية معناها أن أكون مقتنع بفكري ولكن بشكل نسبي لأن الحقيقة في نهاية المطاف هي حقيقة نسبية. نريد أن نؤسس مجتمعا ديمقراطيا، مجتمعا متقدما، مجتمع انطلق في عملية التنمية ويجب عليه وهو مطالب بأن يقطع خطوات في ذلك. لا يمكن ذلك كلهم ما لم نؤسس الفرد، والفرد لا يمكن أن تؤسسه وأنت تكرهه على قناعة معينة. شكرا للأستاذ محمد صغير جنجار، أستاذ محمد عبد الوهاب رفيقي، أستاذ أحمد عصيدو، الأستاذ مصطفى المعتصم. شكرا للأشيام اللي كتفتح لنا ديما هذه الفضاءات للنقاش والحوار. رمضان مبارك للجميع.